فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول: أنا شريطي أتلقى أصحاب السيارات في الطرقات قبل أن تدخل إلى السوق، فهل كسبي يعد حلالا؟ نعم، هذا من تلقي الجلب، هذا من تلقي الجلب وتلقي الركبان، سواء سيارات ولا إبل ولا خيل ولا حمير وكله. نعم، حتى اللي يمشي شايلا بضاعته جالبها ما يجوز تلقاه. نعم، حتى يدخل السوق تكون أنت من جملة أهل السوق. نعم.